تعالى نروح لقصة أخرى وهي متعلقة بالتعليم العالي. التعليم العالي والتربية والتعليم. الوزارتين عملوا أو وقعوا بالفعل بروتوكول. البروتوكول ده الهدف منه إيه؟ إنه بتتعاون الوزارتين في إن هم يكتشفوا الموهوبين المبتكرين النوابغ في مجالات العلوم والتكنولوجيا. طيب زمان كان في حاجة اسمها نوادي العلوم في المدارس، حلو؟ ده واحد. اتنين، كانت نوادي العلوم دي هي جزء من المفارخ الرئيسية اللي منها بيطلع مجموعة من النوابغ بيتم توجيههم للكليات. ده بيروح كلية العلوم، وده بيروح كلية الهندسة، وده بيروح كلية الزراعة، وده بيروح كلية الطب، وده بيروح كلية الصيدلة وما إلى ذلك. هل لازالت نوادي العلوم قائمة؟ الله أعلم. طب البرنامج ده هيشتغل إزاي؟ ده مهم جدا، بحيث إنه البرنامج ده يشتغل ياخد هؤلاء النوابغ في المرحلة بتاعت ما قبل التعليم الجامعي، يذهبوا إلى التعليم الجامعي، هنا بقى وزارة التعليم العالي، فنبقى بنزيد من الاستثمار استثمارا. خلاص بقى بنركز معاهم. معانا على التليفون دكتور أمل نصر الدين، مدير إدارة البرامج بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. أهلا بيك يا دكتور. ألو دكتور أمل. اهلا وسهلا بحضرتك وبجميع الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا دكتور. كنا بنتكلم على بروتوكول التعاون اللي ما بين التعليم العالي وما بين التربيه والتعليم لاكتشاف النوابغ والمبتكرين في النواحي العلميه والتكنولوجيه الى اخره. البرنامج هيبقى شكله عامل ازاي، او هذا التعاون هيتم ازاي؟ هو في الحقيقه صندوق رعايه المبتكرين هو ذراع من اذرع وزاره التعليم العالي، وهو كان شغال اصلا على الموضوع دوت من زمان. احنا شغالين على ثلاث قطاعات، قطاع التعليم ما قبل الجامعي، وقطاع التعليم الجامعي، والقطاع الخريجين والشركات الناشئه ورواد الاعمال. فطبعا قطاع التعليم ما قبل الجامعي كان ينقصنا في التعاون مع وزاره التربيه والتعليم، لان طبعا هي ماسكه التفاصيل الكبرى على مستوى الارض. فطبعا احنا كانت هتساعدنا بشكل كبير ان احنا نوصل للعدد الأكبر من الطلاب بتوعنا في المرحلة ما قبل الجامعية. وبالفعل احنا كنا عملنا برنامج السنة اللي فاتت، نادي الابتكار. يمكن حضرتك ذكرت نادي العلوم، هو حاليا نادي الابتكار. المفروض ان احنا أسسنا وخدنا أزا بايلوت كده المدارس ستام للمتفوقين السنة اللي فاتت. طبقنا على 19 مدرسة من المدارس ستام على جميع محافظات القاهرة، جميع محافظات مصر، وأسسنا كيان صغير جوه كل مدرسة من المدارس دي، أهلنا فيها مجموعة من المدرسين اللي تقدر تتعامل مع الطلاب المبتكرين، إزاي يكتشفوهم، إزاي يساعدوهم، إزاي يقدروا يميزوا ما بين الأفكار المبتكرة والأفكار المقررة أو غير القابلة للتنفيذ. وبالفعل الكيان ده كان ليه عامل كبير في إن إحنا نبدأ نوجه طلابنا إن هم يسجلوا أفكارهم الابتكارية عندنا، وبدأنا نقدم لهم الدعم المادي والدعم الخاص بالإرشاد والتوجيه. خصصنا لكل مجموعة بفكرة مبتكرة مرشد وموجه من التخصص، الفكرة اللي هو مقدمها من الجامعات كتخصص أكاديمي، بيسهل لهم، بيتناقش معاهم في الفكرة من وجهة نظر التخصص، بيسهل لهم الدخول للمعامل، بيسهل لهم الدخول في الجامعات لتطبيق هذه الفكرة. وده عمل اثر كبير جدا في الافكار، والحمد لله وصلنا ل 32 فكره بفريق 32 فريق طلابي من جميع المدارس على مستوى الجمهوريه، وتم عرضهم على معالي وزير التربيه والتعليم ووزير التعليم العالي في شهر 12 اللي فات. طبعا التجربه كانت ناجحه جدا الحمد لله، وعلى هذا الاساس تم توقيع البروتوكول ما بين وزاره التعليم ووزاره التربيه والتعليم، التعليم العالي والتربيه والتعليم. والمفروض ان احنا بقى هنتوسع بعد كده، احنا محتاجين ان احنا نخدم عدد اكبر ونتوسع على مستوى الجمهوريه في جميع المدارس. ده كان الهدف اصلا من نادي الابتكار، ان احنا يبقى لينا كيان ابتكاري جوه كل كيان تعليمي على مستوى الجمهوريه. طيب ده كلام حلو جدا. انا الحقيقه من كام سنه زرت المدارس المتفوقين، مدرسه في محافظه الجيزه، مدرسه في محافظه المنوفيه، مدرسه في جامعه في محافظه القاهره، وشفت ولاد يخضوا بصراحة، ولاحظت انه الافكار والشغل بتاعهم ده مش بتاع طلبة ثانوي،
ده بتاع يعني طلبة في السنة النهائية من كليات العلوم والهندسة والصيدلة والزراعة وما إلى ذلك، دون أي مبالغة عباقرة، لأن أنا شفت قدامي ابتكاراتهم متنفذة. فهنا بقى يجي سؤال يا دكتور، هل إحنا الولاد دول هل في مشاركة من القطاع الخاص بتبني ورعاية هذه الأفكار في حالة إنها تبقى صالحة للتطبيق والإنتاج الكمي؟ جميل جدا. طيب إحنا دور الصندوق أصلا المفروض إن الصندوق بيعتمد أو هدفه الأساسي إن إحنا ندعم المبتكرين والنوابغ على مستوى الجمهورية. الدعم والتأهيل دوت بيكون في من خلال مجموعة كبيرة من البرامج بيقدمها الصندوق، وما بتنتهيش بس بالفايز، يعني دايما المسابقة بتنتهي بالفايز أو البرنامج بينتهي بمين الأول مين الثاني مين الثالث. إحنا صراحة عندنا المرحلة اللي بعد كده إن إحنا بناخد الأفكار المؤهلة، يعني بناخد توب 5 أو توب 10، وبعد كده بنوجههم ان هم يتعاملوا مع الاندستريز اللي بتشتغل في نفس مجال افكارهم، يا اما بنوجههم لانفستورز. ودوت التوجه العام للدوله دلوقتي ان احنا نشجع المنتج المصري وندعمه بكل تفاصيل الاحتياجات الصناعيه. ويمكن احنا بدانا برنامجين قريبين ان احنا جبنا بدل ما ندخل الولاد بافكارهم الابتكاريه، لا احنا رحنا للصناعه وقلنا لهم ايه المشاكل اللي عندكم اللي عايزين الطلبه يشتغلوا عليها. وده كان برنامجين متقدمين مع طلاب الجامعه، وبدانا ناخد من ارض الواقع ونودي للطلاب ان هم يعملوا البروجكت بتاع التخرج بتاعهم على المشكله الحقيقيه الواقعيه اللي موجوده على ارض الواقع في المصنع. وبالفعل احنا بدانا البرنامجين دول السنه دي الحمد لله عليهم اقبال شديد جدا جدا جدا، ومتواليين بدعم كبير جدا جدا من معالي الوزير، وده طبعا ماشي مع توجه الدوله. طيب وده بيتماشى بعد كده ان احنا بنوجه بقى، يا اما بنوجه الطالب دوت اللي هو خارج بقى من المرحله الثانويه لو في الاطار الحديث بتاعنا على البروتوكول بتاعنا ما بين وزاره التربيه والتعليم، لما الطالب دوت يبدا يتفوق احنا بعد كده بنشوف بندرس الافكار دي ونبدا نوجهها، يا اما الطالب ياخد منح دراسيه سكولرشيب جوه الجامعات الحكوميه او الجامعات الاهليه او الخاصه جوه جمهوريه مصر العربيه، او ان هو يتوجه ياخد احتضان للفكره في المؤسسه الخاصه بالفكره ديت او التخصص الخاص بالفكره، او ان هو يتوجه للانفستور يوجهوه يديله خبرتهم، ممكن يتاحوا لهم فرص تدريب في المصانع او يطبقوا ابن بروتوتايب ومنتج صغير يبداوا يطبقوه في المصنع يشوفوا اثره ايه. فده هو السايكل اللي يمكن بعد الفوز. طب حضرتك جاوبتيني على سؤال انا كنت هساله، لان انا لما رحت المدارس دي كانت لسه ما اتعمل الكلام ده، كان حوالي 7 سنين ويزيد قليلا، ما كانش لسه في عندنا الجامعات الاهليه، ما كانش لسه في الجامعه اليابانيه، ما كانش لسه في جامعه زويل، يعني كل هذه الصروح ما كانتش لسه خرجت للنور. فكان الولاد حتى وقتها بيتكلموا على مسألة السفر للدراسة خارج البلاد والمنح اللي ممكن تقدمها الدولة. النهاردة أصبح في عندي هذه الصروح الحقيقة الأكاديمية، وعلشان كده أقول لحضرتك حضرتك جاوبتي على السؤال قبل ما أسأله. هيفضل لي الحتة بتاعت والله وأنا لا أقلل من القدر ولا أسفه منه، لكن هقولك باتمان، يعني إيه باتمان؟ الراجل الغني قوي خالص ده اللي عنده منشأة صناعية كبيرة جدا وبيستثمر في التكنولوجيا. أنا عندي باتمانز كتير في مصر، دول بيصنعوا عربيات ودول بيعملوا مش عارف artificial intelligence ودول بيعملوا كذا ودول بيعملوا كذا. إحنا بنوجه ولادنا دول لهؤلاء المستثمرين، والناس دي أعتقد أنهم يعني عندهم عطش حقيقي للمزيد من الأفكار والابتكارات. هل إحنا عاملين البروتوكول ده، أو يعني إحنا مظبطينها ورسمينها، عاملين خطة واضحة؟ هو بالفعل يعني مرحلة الانفستورز للطالب الثانوي دي بتبقى مرحلة متأخرة شوية. أنا باخد الطالب منه وهو لسه في المرحلة الثانوية، باخد فكرته بطورها بديه دعم مادي عشان يطور الفكره، بتاح له يدخل في معامل عشان يطبق الفكره بتاعته بالشكل اللائق وبالشكل المناسب للبحث العلمي. ببدا اخده بعد كده لو اتاهل توب 5 زي ما انا قلت لحضرتك او توب 10، يبدا يدخل الكليه في بروجرامز اكبر شويه، يبدا يدخل الاندستري، يدخل في تحديات واقعيه، يدخل في مشروعات طلابيه ومشروعات تخرج. البرنامج اللي حضرتك بقى بتقول عليه في الباحثين،
ار تو اي اللي هو ده برنامج المفروض ان هو بعد ما بيتخرج من الكليه، يعني انا المفروض ان انا ماشيه معاه ستيب باي ستيب عشان المايند بتاعه يبقى فيه تطور على مدى المراحل التعليميه بتاعته. فانا في البرنامج اللي هو الخاص بالباحثين المفروض ان هم عملوا لنا ادانا مدورات تدريبيه خاصه برياده الاعمال، لان طبعا الباحث هو مرتبط يعني هو في المعمل بيعمل بحثه ومش مرتبط بالسوق. ففي سايكل، في جاب ما بين الباحث جوه المعمل وما بين ان انا اخرج البحث ده بمنتج ينفع للسوق وازاي اسوقه وازاي وايه النيد اللي موجوده في بره ممكن اخدمها بالمنتج بتاعي اللي هو تم انتاجه از بحث علمي، يعني زي هو بحث علمي وملوش علاقه بالسوق. فالبرنامج ده بيسد الجاب دي، ان احنا بندي للباحثين دورات تدريبيه، برنامج مكثف ان هو يبدا اللي عندهم افكار بحثيه مبتكره يبدا يشوف البحث بتاعه ده هل نطبقه ازاي في السوق بتفاصيله، ازاي يعمل بزنس موديل، ازاي يعمل ميزانيه، ازاي يعمل بادجت للمشروع بتاعه، ازاي يحط تفاصيل كل المشروع بتاعه از ستارت اب. حلو. ان هو يبدا يبقى عنده شركه ناشئه خاصه بيه بالبحث، بالفكره البحثيه المبتكره اللي هو طلع بيها من المعمل، ويقدر ساعتها يجيب عليها فند بقى. هو ده اللي حصل بالفعل في شهر 12 اللي فات، احنا طلعنا الناس اللي اتأهلت في 3 دورات من ار تو اي، وقابلوا انفستورز، اتحنا لهم ان هم يقابلوا انفستورز يرشدوهم المنتج ده يروح فين. وبالفعل بدأنا نكتب عقود، المفروض ان احنا في طي المرحلة الحالية ان احنا بنتفق مع الانفستورز ان هم يكتبوا يعملوا بروتوكولات مع الباحثين اللي فازوا او الباحثين اللي اتأهلوا او اللي وصلوا بالمنتج بتاعهم بشكل ينفع ينتج حاليا وينزل السوق. فدي المرحلة الأخيرة من الـ يعني ان انا اوصل بقى ابقى عندي شركة خاصة ويبقى عندي فكرة مبتكرة وتطلع منتج يبدا الناس تشتريها، وابدا الناس انا اشغل بدل ما انا بشغل لوحدي انا بشغل ناس معايا، يعني انا بشتغل وبشغل ناس معايا. فدي ده يعتبر النقطه اللي احنا عايزين نوصل فيها في كل البرامج اللي بتطبق على الثلاث مراحل. حلو حلو جدا جدا جدا، انا بشكرك جدا يا دكتور، ويعني طولت عليكي، كل الشكر دكتور امل نصر الدين مدير اداره البرامج بصندوق رعايه المبتكرين والنوابغ.